قال الرب يسوع: يا أبتي، أنا من أجلهم أسأل، لا أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين وهبتهم لي لأنهم لك، وكل ما هو لي هو لك، وما هو لك هو لي، ولقد مجدت فيهم. أنا لست بعد في العالم، وهم لا يزالون في العالم، وأنا آتي إليك. يا أبتي القدوس، احفظهم باسمك الذي وهبته لي، ليكونوا واحدا كما نحن واحد. لما كنت معهم كنت أحفظهم باسمك الذي وهبته لي، سهرت عليهم فلم يهلك منهم سوى ابن الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا وأنا في العالم، ليكون فرحي مكتملا فيهم حقا والأمان لجميعكم. وأتكلم بهذا وأنا في العالم، ليكون فرحي مكتملا فيهم. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. الله معكم أحبائي بهالنهار المبارك يلي فيه كلمة الرب لإلنا من إنجيل يوحنا بأسبوع تقديس البيعة، ويلي فيها خلال كل هالأسبوع منعيش مع يوحنا بالفصل 17 لحتى نكون عم نصلي مع الرب يسوع الصلاة على عدة نوايا. وهيدي الصلاة بقسمها الإنجيل لإلنا اليوم من خلال أو خلال هيدا الأسبوع من خلال الآيات اللي منسمعها. في قسم من هالصلاة بيصلي الرب يسوع من أجله هو، قسم تاني من هيدا الصلاة خلال هيدا الأسبوع بيصلي الرب يسوع من أجل تلاميذه، والقسم الثالث بيصلي من أجل المؤمنين. هالإنجيل أحبائي هو من ضمن صلاة يسوع يلي بيتوجه فيها للآب السماوي، ويلي مثل ما قلنا تقسم إلى عدة طلبات، فمنسمعها طيلة هالأسبوع مثل ما ذكرنا. واليوم صلاة الآب من أجلهم بقلنا ببلش بصلاته: أنا من أجلهم أسأل ولا أسأل من أجل العالم. فإذا لما بيقول الرب يسوع أسأل من أجلهم، يعني من أجل كل الأشخاص يلي آمنوا فيه، الأشخاص يلي عيشوا معه على مثال الرسل والتلاميذ. ولما بقول لهم لا أسأل من أجل العالم، دايما الرب يسوع لما بيذكر العالم بيكون عم بيذكر الشرير، بيقصد بالعالم كل الأشخاص يلي عايشين بالشر، كل الأشخاص يلي معلقين بملذات العالم وخيرات الأرض. بس لما بنسمع هالكلمة بمطرح من المطارح أول شغلة تتبادر على فكرنا: طيب كيف يسوع عم بميز الناس عن بعضهم؟ كيف يسوع عم بيصلي لناس ولناس تانيين ما عم بيطلب لهم؟ نحن منعرف أنه الرب يسوع مات من أجل كل واحد منا. يسوع ما ميز بموته بين إنسان وآخر، يسوع ما ميز بالخلاص يلي وهبنا إياه بين إنسان وآخر، إنما مين اللي ميز؟ اللي ميز هو الإنسان. مشان هيك الرب يسوع عم بيطلب للأشخاص يلي قبلوا مع الرب إنه يعيشوا هيدا الاتحاد معه، يلي قبلوا محبة الله بحياتهم، بينما الأشخاص يلي رفضوا هيدا المحبة، يلي رفضوا يعيشوا الشراكة مع الرب، هن الأشخاص يلي بإرادتهم أرادوا إنه يبعدوا عن هالشركة مع الرب يسوع، عن هالشركة مع الآب السماوي، ويكونوا عم بعيشوا لوحدهم. مشان هيك أحبائي على الصليب كلنا نلنا الغفران، بس مش كل الأشخاص عرفوا يتمتعوا بهيدا الغفران يلي أعطانا يا الرب يسوع. وبينقل أحبائي بهالإنجيل كمان يلي سمعناه، بينقل لحتى بمطرح تاني يكون عم بشجع تلاميذه. هو عارف يسوع أنه بيوم من الأيام رح يتركهم، رح ينتقل من هالحياة إلى يمين الآب السماوي، وبيعرف أنه التلاميذ رح يعيشوا الخوف والقلق. وبيعرف منيح كمان الرب أنه للعالم قوة
بأنه يبعد الإنسان عن الله. وهيدي تجارب الشيطان يلي كل واحد منا ممكن يقطع فيها، ويلي الرب يسوع وين عايشة كمان؟ عايشة بالتجارب على الجبل. فإذا الرب يسوع عنده كامل اليقين أنه تلاميذه وكل الأشخاص يلي بيتبعوه بمطرح من المطارح ممكن الشرير والضعف يلي بيعيشه الإنسان ممكن هن يبعدون عن مين؟ يبعدون عن الله. مشان هيك بتجي كلمة الرب اليوم لحتى تشجع هؤلاء الأشخاص أو التلاميذ، وبدورة كمان عم بتشجعنا لقلنا لحتى تعطينا شعور بالحماية الإلهية. شو بقول له؟ بقول له احفظهم باسمك الذي وهبته لي. بس كمان بكمل وبقول لهم ليكونوا واحدا كما نحن واحد. وهيدي الوحدة يلي بيعيشوها الآب والابن هي وحدة بالمحبة، هي وحدة بالإرادة، لأنه إرادة الآب هي إرادة الابن، محبة الآب هي محبة الابن. وأنا لما بعيش المحبة مع الآخر شو بكون عم بعيش معه؟ بكون عم بعيش معه الوحدة الحقيقية. بينما أنا لما بعيش يمكن الانقسام، لما بعيش الشرذمة، لما بعيش البغض، لما بعيش كل الأشياء هيك يلي ممكن تبعدني، شو بصير مع الآخر؟ بعيش انفصال عنه. مشان هيك دعوة الرب وأساس إيماننا المسيحي هو أنه نعرف كيف نعيش هيدي الوحدة الحقيقية على مثال وحدة الآب والابن. يسوع مش إرادته أنه نحن نكون مشرذمين، يسوع مش إرادته أنه نحن ما نكون موحدين، يسوع إرادته هي أن نكون كلنا سوا واحد على مثال وحدة الآب والابن. وبيجا أحبائي بهيدا الإنجيل لحتى يختم الرب إنجيله تقريبا بالطريقة يلي بلش فيها. كيف بقول الرب يسوع؟ بقول سهرت عليهم فلم يهلك منهم سوى ابن الهلاك. ليش؟ لأنه الإنسان يهوذا يلي رفض، يلي رح يرفض، لأنه هيدا الإنجيل قبل، يلي رح يرفض محبة الله هو اللي اختار الهلاك لنفسه، هو اللي اختار أنه يبعد عن الله. مشان هيك مثل ما بلشنا بالأول وقلنا أنه الإنسان هو يلي بيختار أنه ما يعيش هالاتحاد مع الرب، يسوع عم بيرجع يأكد على هيدا الشيء أنه أنا بجرب أحفظ الكل إلا الأشخاص يلي هن رافضين هيدي النعمة. وبينهي إنجيله وبيقلنا بينهي هيدا الإنجيل بالغاية الأساسية. غاية هيدا الإنجيل أحبائي أنه الرب عم بيقلنا أنه هو فرحنا الأبدي. وأتكلم بهذا وأنا في العالم ليكون فرحي مكتملا فيهم. فإذا شو بده يسوع؟ بده يينا نعرف نعيش هيدا الفرح، بده يينا نعرف نعيش هيدا السلام. هو مصدر الفرح، بدونه الفرح بصير فرح أرضي، بنبسط للحظة، بنبسط لأيام، بس برجع بحزن، برجع بتذكر الواقع يلي عايش أنا فيه. بس لما بكون حاضر مع الله شو بصير؟ لما بكون حاضر مع الله دايما في عندي رجاء، دايما بقدر أنظر بإيجابية حتى للأمور السلبية يلي عم بتصير معي. مشان هيك الرب عم ينهي وبيقول لهم أتكلم بهذا وأنا في العالم لحتى يكون فرحي. بدي خلي يسكن هيدا الفرح، هيدا السلام. دعوة الرب غايته أنه يسكن بقلب كل واحد منا، أنه يصير كل إنسان فرحان عايش هيدا الفرح يلي منبعه وأساسه هو الرب يسوع. أحبائي، إنجيل اليوم هو كلمة رجاء لإلنا كلنا، هو كلمة تشجيع بيطلقها الرب يسوع لكل واحد منا، وكلمة بيعلن فيها الرب يسوع رغبته يلي هي خلاص كل إنسان وعيشه بفرح ما بيزول. إنما الخيار الأول والأخير أحبائي بيبقى لكل واحد منا. أنا شو بدي أختار؟ بدي أختار ملذات العالم، بدي أختار كل المغريات يلي بتقدم لي إياهن هيدي الحياة، ولا بدي أختار الحياة والالتزام مع الرب يسوع؟ بعرف أنه يمكن الالتزام مع الرب يسوع هو التزام صعب، بيطلب من الإنسان يعيش تحديات، بيطلب من الإنسان يعيش مغامرات كتير كبيرة، يمكن فيها صعوبات أكبر، لأنه الأشياء الهينة يلي بقدم لنا إياها العالم هي اللي نحصل عليها، بس الأشياء اللي بقدم لنا إياها يسوع فيها تحديات كبيرة.
بس كلنا منعرف إنه هيدي التحديات إذا منعرف نتخطيها بنعمة الله تعطي الإنسان سلام مش ممكن يفقده للأبد، وهيدا السلام يلي هو غاية الرب يسوع لقلنا. مشان هيك أحبائي بهالنهار المبارك أكيد منصلي على نية كل واحد منا، منصلي على نية كل الأشخاص يلي ما عم بيعرفوا يختاروا الرب يسوع بحياتهم، يلي ما عم بيعرفوا يكونوا أمينين للنعمة يلي وضعها الرب بحياة كل واحد منا، ومنقول له يا رب أعطينا النعمة لحتى نعرف نعيش معك، أعطينا النعمة لحتى نعرف نتخطى كل صعوبة وكل يمكن مغريات هالدنيا يلي عم بتواجهنا وكل الإزلال يلي عم نعيشه، لحتى نحس معك بالأمان، لحتى معك نحس بأنه الحياة لها قيمة أكبر من يلي نحن عم نشوفه بعيوننا، ونعرف أنه هدفنا هو الخلاص من خلالك أنت، وهدفنا الأساسي هو أنه نلتقى فيك بالملكوت السماوي. إلك المجد إلى الأبد. آمين.